المزيد تنضم إلينا من نيروبي الزميلة منا فاروق موفدة إكسترا نيوز. منا أهلا بك ومزيد من التفاصيل لديك. نعم أهلا بك زميلي محمد وأهلا بكل السادة المشاهدين مشاهدي إكسترا نيوز. بالفعل نحن ما زلنا في العاصمة الكينية نيروبي، وما لدينا من أخبار جديدة وصلتنا محمد. طبعا الكل يعلم الآن أنه الزعماء ورؤساء الحكومات بدول الإفريقية المشاركين في هذا الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الخامس للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية هنا بنيروبي. نحن أيضا بانتظار وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري إلى العاصمة الكينية نيروبي. الحقيقة أنه من المفترض أن يتم غدا في هذا الاجتماع الحديث باستفاضة عن التقدم الذي تحقق في برنامج عمل الاندماج التجاري لدول القارة وأيضا سبل تعزيز هذا الاندماج. هناك كثير من الأمور محمد يتم مناقشتها في أجندة الغد. الكل ينتظر الحديث عن تعزيز حرية الحركة وأيضا جواز السفر الإفريقي الموحد الذي لطالما يعني كان حلم القارة الإفريقية، أيضا سبل ربط الأسواق المالية والبنية التحتية لدول القارة. عندما نتحدث عن المشاركة المصرية محمد نحن نتحدث عن الكلمة الهامة المنتظرة من الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعني أذكر لك أيضا من المعلومات التي وصلتنا أن فخامة الرئيس المصري سيلقي كلمة سيستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية طبعا لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية النفاد. أيضا له كلمة أخرى وهو الرئيس الذي له كلمتان، له كلمة أخرى بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، سيستعرض فيها الرئيس السيسي الجهود المصرية الحثيثة في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية. إذا الكل في انتظار هاتين الكلمتين الهامتين من الرئيس المصري يوم غد. الكل في انتظار ما سيتم التوصل إليه من طرحه طبعا كل رؤساء ورؤساء دول وحكومات الدول الإفريقية المشاركة في هذا الاتحاد الإفريقي. كنت بالأمس ذكرت محمد أنه ربما هذه القمة توصف بأنها محدودة ولكنها هامة جدا، لأنه ما سيتم طرحه حتى هذه النقاط التي ذكرتها لك سابقا من حرية الحركة وجواز السفر الإفريقي وربط الأسواق المالية والبنية التحتية، هذه أمور هامة جدا ومعلقة تم طرحها من قبل في قمم واجتماعات إفريقية سابقة ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأنها. وبالتالي من المنتظر غدا أن يلقي كل رئيس كلمة حول دفع وتعزيز سبل آليات هذه الأمور المعلقة بين دول القارة الإفريقية. نحن إذن في انتظار وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. هذه المشاركة المصرية ينظر لها الجميع ويترقبها الجميع باهتمام بالغ كما ذكرت لك، كلمتان مرتقبتان من الرئيس المصري في قمة الغد يوم الأحد، وننتظر وسنوافيكم طبعا برسائل لاحقة. نعم. على شاشة إكسترا نيوز. إليك يا محمد. شكرا جزيلا زميلتي منا فاروق موفدة إكسترا نيوز للعاصمة الكينية نيروبي، كنت معي عبر الهاتف.